علمتنا قيادة دولة الإمارات أنه لا مكان للمستحيل عندما تكون الغاية أسعد شعب يعيش في أسعد وطن. نحن نمضي بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤية الإمارات. لقد علمنا الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حفظه الله ورعاه وأخوان حكام الإمارات أن التميز الحقيقي هو التميز في خدمة الناس. نشهد اليوم حصيلة عمل جاد وجهود منشودة لمؤسساتنا الحكومية للتميز بمبادرات وبرامج وخدمات تراعي أفضل المعايير المحلية والعالمية. لن نتوقف عند هذه المحطة، بل ستكون انطلاقة جديدة نحو التميز للخمسين عام المقبلة، لأن دولتنا تستحق أن تكون أفضل دولة في العالم، وشعبنا يستحق أن يكون أسعد الشعوب.